في البداية سيد بكور، في أي إطار تابعت اجتماع أو جلسة الجامعة العربية التي أدانت في بيانها ما سمته العدوان التركي على الأراضي السورية، وأيضا طالبت بتدخل مجلس الأمن لوقف ما سمته العدوان وانتهاك الأراضي السورية؟ أنا أعتقد، أو أنا تسألني من أين تابعته وفي أي إطار، أعتقد بأن الإطار هو ضمن المناكفات السياسية خاصة من قبل جمهورية مصر العربية ودول الخليج عدا قطر لتركيا. يعني من غير المنطق ومن غير المعقول وغير مفهوم أن يكون هناك احتلال إيراني ووجوء احتلال إيراني بشكل كامل، وتصريحات إيرانية بأن سوريا هي الولاية 35 من الولايات الإيرانية، ولا يتحدث أحد عن الاحتلال الإيراني ولا التوجه إلى مجلس الأمن، وناهيك عن الروسي والتواجد الفرنسي والألماني والبريطاني والأمريكي وكل هذه التواجدات في سوريا، ويتم الحديث والتركيز فقط على تركيا. طبعا أنا لست أتفق تماما كل اتفاق مع سياسات رئيس أردوغان، ولست أنتمي للإخوان حتى لا يبدأ بشتمي الآن، ولكن من باب المناكفات السياسية، لو طلعتم في الأمس كتبت مقالا أو دراسة كاملة في موقع الخليج أونلاين عن هذا الموضوع والأسباب التي دفعت مصر مثلا. يعني مصر تريد من تركيا أن توقفكم أنتم بالتحديد، توقف القناة التاسعة وقناة ومحمد ناصر ومعتز مطر، وإيقافكم عن العمل والاعتراف بشرعية الوضع القائم الآن في مصر. السعودية تريد سحب ملف خاشقجي من التداول ومنع المحطات الإعلامية. إذن هي مطالب سياسية خاصة بعيدة عن سوريا. أما ما قاله أحمد أبو الغيط حقيقة للسادات كان تصريح سابق اتهم فيه خصومه عندما قدموا استقالة جماعية، الحكومة قدمت استقالة جماعية في عهد السادات وصفهم يجب أن يحاكموا بالغباء السياسي. أنا لا أعتبر هذا غباء سياسي، ما قاله أحمد أبو الغيط هو وقاحة سياسية، ووقاحة ينتمي إلى بهذه الصفة أستطيع أن أصفه. أحمد أبو الغيط الذي تحدث لقناة روسيا اليوم منذ 10 سنوات تقريبا قال بأن هو الذي أقنع الإدارة الأمريكية بمنع إسقاط بشار الأسد وحسني مبارك، لأن البديل عنهم لن يكون الليبراليين. سيد بكور، يظهر في بيان الجامعة العربية وكأن الجامعة العربية تريد لسوريا أن تكون موحدة وترفض عدوانا عسكريا كما سمته على الأراضي السورية. فكرة السيادة والوحدة الأراضي السورية، كيف يمكن أن يتحقق من خلال هذه البيانات؟ يا سيدي، من أراد وحدة سوريا عليه أن يدعم التدخل التركي. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن تركيا اليوم منعت إقامة كيان أو دويلة كردية تريدها روسيا وتريدها أمريكا أيضا ويريدها الغرب. يريدون دولة أو دويلة كردية في سوريا للضغط على تركيا وللضغط على سوريا وعلى العراق أيضا. إذن من اليوم التدخل التركي؟ هل فكرة يعني يريدون دولة كردية وحسب، أم يريدون دولة بهذا الشكل بقيادات قسد وقيادات البيكاكا وقيادات الميليشيات الكردية الانفصالية المنتشرة في المنطقة سواء تركيا والعراق أو سوريا؟ هي ليست هو كيان يدار من قبل امريكا، من قبل فرنسا. نعم. يعني لاحظ التوحش او التنمر الفرنسي اتجاه تركيا، ولولا تركيا ولولا الدوله العثمانيه ولولا السلطان سليمان القانوني لما كانت هناك فرنسا اصلا. هو من انقذ فرنسا من شهر الخامس الاسباني الذي احتل فرنسا بالكامل واعتلق على ملك فرنسا في تلك الحقبه. اذا هم يريدون كيانا او خنجرا في خاصرة سوريا، في خاصرة تركيا، في خاصرة العراق، يستخدمونه متى يشاءون في هذا الأمر. إذن تركيا، التدخل التركي اليوم في سوريا هو منع قيام هذا الكيان، منع تقسيم سوريا. من يمنع تقسيم سوريا اليوم هو التدخل التركي في هذه النقطة. لذلك وجدنا أن بشار الأسد